السلام عليكم. فيديو اليوم بزاف قوة، راح ندير فيه ماتش تلعب في الجزائر هارب من أوروبا الشرقية ولا الطليان. الإبداع كان كبير بزاف في أرضية الملعب وفي المدرجات. نبدأ من أفضل ديربيات في إفريقيا، إذا كان ماشي هو الأفضل، ديربي الجزائر بين قطبي العاصمة، اتحاد العاصمة ضد مولودية الجزائر. اليوم راح نحكي على الديربي اللي كان من مباريات البطولة في 2020. المنعرج الجنوبي بقيادة 12 بلاير جرين كورسيز وحبو عقلية وسكوالو فيردي اللي تباشي في الفلومبو ضد المنعرج العاصمي بقيادة ولاد البهجة. مع بداية المباراة شفنا الدخلة تاع ولاد البهجة عبارة عن تيفو كوريغرافي كتبوا فيه الفوق ليوسما مع فوال رسموا فيه شخصية سحر والله أعلم منين اقتبسوها وكتبوا في الفوار الماجيرو جينوار معنتها السحر الأسود والأحمر. الخدمة كانت متقونة وتيفو ناجح. ومن جهة أخرى الفيراج سود يطلع تيفو كوريغرافي بألوان الفارق ومع فوال طلعوا فيه ثلاث شخصيات من قدامة وروموز النادي وكتبوا كل امتنان والعرفان لرجال هذا الكاهن. تيفو تاريخي في المستوى من الفيراج سود يمتع لك عينك. ومن جهة الفلومبو إلدرا سكوالو فيردي ترفد فوالب ألوان نادي ونجمة مع ميساج كلاش مستفز بزاف الجهة الشمالية كتبوا فيه نجمة ذهبية للجارة مرئية وكتبوها بألوان نادي اتحاد العاصمة كلاش واعر في وقته بزاف. وفي دقيقة 10 ولاد البهجة يرفدوا فوال تاع ممثل من أحد أساطير السينما الجزائرية أحمد عياد المعروف باسم رويشد ربي يرحمه. الهدف الحقيقي اللي خلاهم يخيروا رويشد هو تورنا في فيلم حسن طيرو وتورنا حركي تسمى بيع لفرنسا. وأنصار الاتحاد يتهموا مولودية بلي بياعين يتسمى هذه هي السبة اللي رفضوا على جالها حسن طيرو وزيد لونولو الجيلي تاعو بالخضر واللي هي لون الغارم وكتبوا فير دو بور بمعنى أخضر مع الخوف وداروا أنيماسيون بالعكرية الحمراء لون الفريق ديالهم وبداو يغنوا ارفض راسك انت لو ياسما. هاد الكلاش من افضل وافضل لي كلاش اللي شفتهم وجازوا على الموفمون وانتوما قولوا لنا رايكم. المهم خليكم على الفيديو شويه. دقيقة 28 فيراج سود انيماسيون بالفيميجان وفوال كتبوا فيه بالخط العربي الاصيل مولودية القيم والمبادئ انيماسيون روعة خلات المخرج يبقى غير يوري فيها وينسى الماتش. وقبل ما يخلص الشوط الاول ولاد البهجة يرفضوا الميساج مضمون تاعو الاحمر والاسود تاع لياسما هما الالوان الوحيدين. وخلاص الشوط الاول تعادل سلبي كانوا فيه بزاف فرص ومشاحنات بين لاعبين لي صربي. بدا الشوط الثاني والفيراج سود دوزيام انيماسيون كتبوا فيها مزغنه بهجه بالوانها ويقصدوا بها اللون الاحمر والاخضر ومحروسه برجالها ويقصدوا رجال مولوديه انيماسيون عالميه كالعاده من الفيراج سود ودائما تخلي الكاميرا والناس يشوفوها. وفي دقيقة 56 المنعرج العاصمي يتشعل بكراكاش بالفيميجان مع انغام مولودية بياعين 56. وفي نفس دقيقة محيوز راطا فرصة كانت قادرة تكون بيت وموراها بربع دقائق تسديدة صاروخية تقيس في البارة وتولي الجوار تاع المولودية ويماركيها وينفجر المنعرج الجنوبي بكراكاش الفوق. وموراها بشويه في دقيقه 73 فيراج سود كالعاده يتشعل بكراكاش كبير. نخليكم مع الفيديو. وموراها بقات الفرص ضائعه مولوديه راطا والياسما البالون ما حبش يدخل هذاك النهار كيما داروا. وكيف ستعبر هذه الكرة؟ يا الله على قائم يتصدى لقطة قد تكون الأخيرة نشاهد ونتابع الخط الذي ينفذ كرة وخلاص الماتش فوز المولودية بهدف ثامن خلاهم يدوا ثلاث نقاط. هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. قولوا لي وشنو أفضل حاجة عجبتكم في هذا الماتش وإذا هو أفضل ديربي في إفريقيا. ما تنسوش تابوني ولاشين فيراجيس ألجيريا وبرتاجي مع أصحابكم. ما تنسوش لايككم والسلام.